ادخل. احترامي سيدي. ريح سامعوه. حسام قديش إلك ما طلعت مهمة خارجية؟ برات البلد سيدي؟ لا برات الفرع. يعني سيدي بدك تقول تقريبا من شي 10 ايام لما اعتقلنا بائع الفلافل وعم يلف سندويش الفلافل ايضا بالصحف الرسميه سيدي. معناتها انت متشوق لتطلع بمهمه جديده ما هيك؟ مزبوط سيدي مزبوط، لانه القعده طوال النهار بالفرع بتخلي الواحد يصدي سيدي. عظيم جدا. وإلك عندي مهمه كثير دقيقه وحساسه، لانك انت شاب نشيط وانا ما لي ثقه بغيرك. وانا جاهز سيدي. امسك الملف لقلك، رح تلاقي بهالملف كل الخطوط العريضة للمهمة، والمطلوب منك حصرا هو جمع المعلومات عن الشخص المذكور بهالملف. وطبعا ما في داعي ذكرك انه اي معلومة مهما كانت بسيطة وعادية بتهمنا، واي تفصيل مهما كان تافه وسنوي ممكن يشكل عنا مرتكز. بقى ما بدي منك تستخف باي تفصيل حتى ولو كان سطحي. مفهوم سيدي مفهوم، بس يا ترى في بذهنك طريقة معينة بتريدني استخدمها بجمع المعلومات سيدي؟ لا ابدا، انت تصرف بالطريقة اللي بدك اياها، بس بشرط تكون الطريقة حضارية، يعني اللي بقصده الطرق اللي كنا نستعملها ايام زمان ما عادت مناسبة هلا ومو حلوة بحقنا. وما بخفيك يا حسام انه نحن كجهاز امن صار لازمنا ترميع شوي. كيف يعني سيدي؟ للأسف في بعض الناس اخذين صورة مرعبة عنا، وفي منهم للأسف كمان عم يتخيلوا صورة رجل الأمن بعبع، وبس ينذكر اسم رجل المخابرات قدامهم بيرجفوا من فوق لتحت. بقى شو السبب برأيك؟ والله فعلا هالشغلة غريبة كتير سيدي. يعني معقول ان احنا منخوف كل هالقد؟ والله انتو أدرى سيدي. عن شو كنا عم نحكي؟ عن التلميع طبعا سيدي. ها لازم نلمع صورتنا بأذهان الناس ونمحي من مخيلتهم صورة البعبع. شو رأيكم نمحيها بالقوة سيدي؟ ولك شو بالقوة يا بني آدم؟ حسام لا تخليني غير نظرتي فيك، الله يرضى عليك. على كل بسيطة، يبدو انه مخك سميك شوي وما عم تستوعب شو عم بحكي معك، ولهالسبب رح أقرب لك اياها أكثر. تفضلوا سيدي. هلا انت منين بدك تجمع معلومات عن رجل الملف يلي بين ايديك؟ يعني على الاغلب من محيطه سيدي، من الجيران والدكنجية اللي بحارته سيدي. تمام، هذا الشيء حلو كثير، وبدي منك بدل ما تنتزع هالمعلومات انتزاع مثل ما كنا نعمل بالسابق، بدي منك تسحبها بذكاء ولطف واكابريه وذوق. يعني مثلا بتفوت على الدكان بتشوف الدكانجي بتقول له مرحبا يا اخ، الله يعطيك العافيه يا حبيبي، عفوا ولو في اسئله حابب اخذ من وقتك 5 minutes only. اذا ما في ازعاج محسوبك رجل امن مقدر وابن عائله، ويا ريت تتعاون معي وتجاوبني على هالكم سؤال. مفهوم يا حسام؟ مفهوم سيدي مفهوم. وبدي التقرير يكون عندي خلال 48 ساعة لأنه مستعجلين عليه شوي. إن شاء الله سيدي. انصرف. احترامي. عليك. اهلين وسهلين الله يعافيك. والله لو سمحت تعطيني علبه الحليب اذا بتريد. ايه على عيني وراسي تكرم، تفضل فيك. قديش حقها هي؟ 30 ليره بس. وليش 30 ليره منك؟ قصدي تكرم عينك، شو بك شو بك معلم عم بمزح معك، ولو 30 ليره 30 ليره تكرم عينك، وهي 50 ليره كمان. سلم اليدين. الله يسلمك، الله معك ومع السلامه. شو بدي لك حبيب؟ لو سمحت يعني، بس انا حابب اخذ من وقتك 5 minutes only اذا بتريد. ايه على عيني. تفضل تفضل. مور اخي. شوف حبيب، انا الحقيقه قصدي انت يعني اذا ما بدك تصطفل طبعا يعني ما في مشكله نهائيا، بس ساعات انت بتحمل مسؤوليه وحدك، ها
ولا تقول اني ما حذرتك، انا حذرتك من البدايه. شيء لك حبيبي والله ما فهمت عليك شيء، قل لي شو طلبك انت، شو وجعك؟ شبك حبيب؟ روّق روّق شوي شبك. اخي الموضوع بكل بساطه يا حرق اخت الشغله، ولك المشكله اني ما كثير بعرف احكي باكابريه. العمل عمى، منين طلعوا لنا بهالقصه؟ عفوا شو قلت؟ شوف حبيبي اسمعني منيح وفتح لي اذنيك، الله يرضى عليك وبلا لف ودوران. حبيبي انا رجل المخابرات امن، يعني بقى بنصحك تتعاون معنا وبلا لف ودوران. هالحركات حافظينها بصم. حضرتك من الامن؟ اهلا وسهلا ومرحبا، تشرفنا يا اخ. بس الله وكيلك، وكيل السماء والارض، مو انا اللي حكيت النكته، ابو سعيد اللحام هو اللي حكاها وقال سمعها من صهره. وصدقني يا حبيبي لما حكيت النكته عندي هون بالمحل انا ما ضحكت منوب، بالعكس ضل وشي عابس، حطيت العقده. موضوع النكته بنحكي فيه بعدين، انا جاي اسالك عن بيت المهندس شاكر. انت تعرفون شيء؟ ولا هو طبعا بعرفون، هدول سكنوا عنا بالحاره من شي سنتين بس. نحن بنعرف هالشيء، بس انا بدي تحديدا معلومات دقيقه عنهم. خير ان شاء الله. في عليهم شيء يا اخ؟ عدم المؤاخذه يبدو اني تجاوزت حدودي، بس في عليهم شيء يا ترى؟ انت شو بتعرف عنهم؟ هو انا بصراحه ما كتير بتعاطى معهم، لانهم عن نادر ليجوا يشتروا اغراض من عندي، وعلى طول بزقوا اغراضهم بالسياره، بس من انو سوبر ماركت صدقني ما بعرف، رح اموت لاعرف. وشو يلي خلاهم يزبلوني وما يشتروا من عندي؟ والله العظيم ما بعرف، مع انه اسعاري عاديه ها، وبلتزم بتسعيره التموين، وبضاعتي ممتازه، واكثر من مره حاولت اخصم لهم على الفاتوره لاكسبهم زباين دايمين، بس ما مشي الحال. ما مشي الحال منو عبس. طيب احكي لي هلا شو بتعرف عنهم. عفوا شو هي اللي حامله بايدك؟ شو هي يعني مسجله؟ ما بتخوف. وليش بدك تسجلي صوتي؟ ليش يعني؟ مشان طلعك بالاذاعه. احكي حبيبي احكي احكي، الحكي بيناتنا رح بيكون ببير غميق وما رح تدرى فيه غير السلطات المختصه بس. اذا كان هيك ماشي الحال، هذا يا سيدي المهندس شاكر عنده سياره ستروين موديل 65 عتيقه مهرهره، وكل يوم بدها نص ساعه حتى يدور المرج تبعها وتشتغل. وليش ما عم يغيرها؟ الله اعلم، مع انه مرتاح ماليا يخزي العين عنه. وشو عرفك انت انه مرتاح ماليا؟ يا سيدي الشغلة واضحة، لأنه الصرف يلي بيصرفوه مو طبيعي النوب، بس هو إيده ماسكة شوي وكحتة. ها شلون بيصرفوا كتير وكحتة بنفس الوقت؟ يعني بيطلبوا طلبات ما لها طعمة، وبنفس الوقت بدقق على الفاتورة خير الله. في مرة غلطت عن حس النية ونزلت بالفاتورة حق علبتين مبيض غسيل بدل حق علبة، وغلطة صغيرة مثل هاي بتصير وين ما كان، الإنسان بشر وبيغلط. إيه كمل كمل لشوف. لما المهندس شاكر شاف الفاتورة ونكش الغلط زعل كتير، انهز بدنه وسمعني كم كلمة بحقي، ومن هداك اليوم ما عادوا يشتروا من عندي إلا على القليل النادر مثل ما قلت لك. طيب طيب شو بتعرف عنهم كمان؟ بنتهم صبية بالجامعة عمرها شي 22 سنة وعم تدرس صيدلة، تقول مفطومة على الشوكولاتة، مو هيك؟ يعني كل ما بشوفها رايحة وجاية بالحارة بشوف بإيدها لوح شوكولاتة هالقد قده من النوع الغالي. لك حتى لما اهل الحاره قاطعوا البضائع الغربيه ضلت هي تاكل شوكولاته اجنبيه، قال شو؟ الشوكولاته الوطنيه بتعمل لها تحسس. عجبك على هالحكي؟ ايه وغير هيك؟ المهندس شاكر بيطلع من بيته الساعه 8 الا 10 بالضبط، وبيرجع 2 وربع على التكه، بيتغدى وبينام، وبيرجع على شغله على 5 وربع، وما بيرجع على البيت الا 9 الا 10 المساء، ما عدا يوم الخميس. وليش يوم الخميس؟ يوم الخميس ما عنده رجع على الشغل بعد الظهر، ومشان هيك بياخذ العيله وبيركبوا سياره وبيروحوا مشوار. ويوم الجمعه؟ ليش انت ما بتسكر نهار الجمعه؟ لا 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 انا ما بسكر ابدا. كمل كمل كمل. يوم الجمعه الساعه 9 الى ربع الصبح بيبعتوا ابنهم حتى يجيب لهم فول وحمص من عند ابو دياب، مع انه فولات ابو دياب ممكن القد وعلى طول مسوسين، بس هيك هن ما بياخذوا فول الا من عنده. سبحان الله كيف هو موزع على الارزاق. وبالعاده بياكلوا مع الفول فجل وبصل ونعنع اخضر وطرخون، المدام بتحب النعنع والطرخون، المهندس بحب البصل، رشا بتاكل الفول من دون زيت، قال مشان تحافظ على رشاقتها مع انها جلده على عظمه. وعلى سيره رشا كل يوم ثلاثه بيجوا لعند رفقاتها مايا وفاديا وريما، مايا بتحب الكازوز على اورانج وفاديا بتحب الفيمتو. ريما سادة ولما بيجوا لعندها بيقعدوا بالاوضه اللي على اليمين اللي حاطين على كناره زريعه، وفي عندهم بالغرفه قفص صغير حاطين بقلبه ببغاء رمادي ما بيعرف الا جملتين: الحكومه مأسرة، الحكومه مأسرة، نكتوا ساحه الامويين، نكتوا ساحه الامويين،
وفي كمان عندهم لوحتين كبار بالصدر مكتوب عليهم إياك وشراكة المسؤولين، مو بالضرورة كل مسؤول يكون فهمان. وعلى الحيط الثاني في ساعة حيط خربان العقرب الكبير تبعها، وعلى طول بتأخر لورا بتأخر لورا، وكل ما زارهم ضيفوا سألهم ليش ما بصلحوا ساعة، بيقولوا لهم عم تعبر عن الحالة. وكل هالشغلات كيف عرفت أنا موجودة بالبيت؟ ولو ما في شيء بيتخبى بهالأيام أستاذ. ماشي ماشي الحال، كمل أشوف. اما ابنهم فراس فعنده بكالوريا علمي، بس هالمنظوم ما بيحب الكيمياء ابدا، ميال للفيزياء اكثر، رغم انه حطوا له استاذ كيمياء ممتاز وبياخد على الساعه الواحده 400 ليره. قام نسي الكيمياء لما ابوه اشتغل بالسياسه، لا وفؤاد كله بيقولوا عنه منيح بالعربي، بس مو صحيح الحكي، مو صحيح يا استاذ، لانه بالفحص النصفي اخذ 39 وسقط مشان كلمه اعراب، مشان اعراب كلمه، مشان اعراب كلمه، كلمه كلمه، والله كنت حافظها، كنت حافظها والله كنت حافظها. ماشي الحال، هلا ماشي الحال، مو كثير مهمه هالكلمه، كمل لشوف. لا لا بالعكس مهمه كثير. ايوه هلا تذكرتها، قال قصفت قوى طالبين تمثال بوزة بدل ما يقول قصفت قوى طالبان، يعني الحمار عربة مضاف اليه مسنة. لا وكمان بالصف الرابع سقط بالتعبير، سقط لانه قال جاع الرفاق فذبحوا الخريف، فذبحوا الخروف السمين وسلخوه واكلوه وارتشوا، ارتشوا قال بدل انتشوا، وهالشي بدل على غباء الولد واستخفاف اهله بمادة اللغة العربية، يا عيب الشوم عليهم، مع ان لغة الاباء والاجداد، ومشان هيك بلادنا العربية كل مرة لورا، لا وبنته بتقول لرفيقتها هاي، بترد عليها هذيك باي، الام بتقول اوكي، الاب بيقول سوري. كيف بدنا نتأدب بقى يا استاذ؟ كيف بدنا نتأدب؟ وحضرة جناب الاب مو فاضي يقعد يعلمه للافندي صغير لغتنا الجميلة، اصلا حتى الاب طلطميس بالعربي، قال مرة قال بده يساعد ابنه بموضوع التعبير، فكتب له جعت في السيران فوضعت قليلا من الكاتشب على سندويشتي واكلتها. بس ما في عتب عليه يا عمي، ما في عتب، لانه زلمه مهندس شهادته مو من هون اخذها، اخذها من برا، وكان معه بنفس الدفعه خمس مهندسين ومهندستين نسوان، ثلاثه من هالمهندسين رجعوا واثنين استقروا هنيك بعد ما جوزوا المهندسين اللي معهم، الثلاثه اللي رجعوا اثنين منهم رجعوا بالطياره على الخطوط لبريطانيا، والثالث حبي يوفر شويه مصاري ورجع بالباخره، قامت الباخره غرقت حتى ايطاليا وانقطعت اخباره من يومتها. لا والمسكين كانوا اهله عم ينطروه عم ينتظروه، مجهزين له مكتب بنص البلد يشتغل فيه، وامه خاطبت له واحده غنيه من ريف حمص كان ابوها ضابط بالجمارك ما أصلا تركي. يعني بالمختصر علاقته مع الجيران لا كتير كتير جيدة ولا كتير كتير سيئة، يعني عامل بينه وبينه شعرة معاوية، إذا شدوا بيشدوا وإذا رحين بيرخوا يعني. بتريدوا معلومات تانية شي سيدنا؟ لا شكرا كتر خيرك، الله يعطيك العافية. الله يعافيك يا سيدي، على كل حال إذا حبيتوا تعرفوا معلومات إضافية أكثر ومهمة ما إلك إلا هيفا. ومين هيفا؟ يعني أم رامز جارتهم لعائلة المهندس شاكر وساكنة بالبناية اللي وراهم بالطابق الرابع الباب اليساري مقابل الأسانسير. ماشي الحال، يسلموا يديك. اهلا وسهلا ومرحبا، شرفتوا، ونحن بالخدمه دائما، واي شيء لخدمه هالوطن ما بنتوانى عنه ابدا، اذا حبيتوا تستفسروا عن شيء ثاني ابقوا زورونا واتصلوا فينا. لا كتر خيرك، شكرا، يلا تصبح على خير. وانت من اهل، والله معك استاذ، مع السلامه، شرفت، اهلا وسهلا ومرحبا. اهلا وسهلا، الله معك، مع السلامه يا سيدي. لا 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 لا، نسيت اقول له انه بيت المهندس شاكر ما بيشربوا الا حليب ناقص الدسم. لا عم بقلبي، لك شو صاير اللي عم بنسى انا؟ نحن بنسمي مرته ام انزوعة، وهي اللي بتشرب الحليب ناقص الدسم، بس المهندس شاكر بيشربه كامل الدسم بخيره وعلى وشه قشطه كمان. واللفاية ام عزو هي اللي بتجيب له الحليبات للمهندس شاكر كل يوم تنين وخميس الساعه 7 الى ربع الصبح. يبدو لي في زيارات كثير بيناتكم. لا 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 بالعكس، نحن ما زرناهن ولا مره، بس نحن سمينا مرته أم أنزوعة على كتر مرافعة مناخيرها وشايفة حالها على الجيران. لك بتصدق بالله؟ لا إله إلا الله. أول ما سكنوا بالحارة لمينا بعضنا نحن الجيران النسوان وقلنا بدنا نروح نسلم عليها ونبارك لها بالبيت، حلو الكلام؟ حلو كتير. قمنا اتصلنا فيها وقلنا لها جايين نسلم ونبارك لك، تعرف شو قالت؟ شو قالت؟ قال ما بتستقبل حدا بلا موعد مسبق. سامع يا أستاذ؟ صارت الخانم بدها موعد مسبق، أي مين مفكرة حالها؟ مين مفكرة حالها وزيرة يعني؟ قول اجينا على قد عقلها، وأخذنا منها موعد مسبق، قامت أدفتنا خمس أيام لقدام، بقى شايف على قلة هالذوق شايف؟ إيه بالفعل قلة ذوق، يعني كمان زيارة نسوان بدها موعد بعد خمس أيام؟ ومن يومتها؟ هداك يوم وهذا يوم، ما عاد حدا من الجيران كلهم، لا فات لعندهم ولا عتب باب بيتهم. أيوه، معناتها ما في أي سلام وكلام بيناتكم. هو إذا طلع وشنا بوش بعض يعني بالصدفة بالزور منسلم على بعضنا، بس هي دائما دائما بترد هيك من رؤوس مناخيرها. طيب عفوا، طالما ما فيها زيارات بيناتكم منين بتعرفوا كل هالمعلومات؟ ولو أستاذ حسام، ليش في شي بيتخبى بهالأيام؟ بس أنت إذا بدك معلومات أكثر وبالتفصيل الممل ما إلك إلا
هيفا؟ لا أنا هيفا، ما قالك إلا بيت أبو شادي، هدول بيعرفون على حقيقتهم. وين ساكنين بيت أبو شادي؟ ها تفضل على البلكون لدلك. تفضلي تفضل. تفضل. شايف هديك البناية اللي عليها أباجورات؟ هديك الأباجورات أخضر؟ لا، هديك اللي على سطحها برميل مازوت. هذا البرميل على فكرة مبارح عبوه 2500 ورقة وعملوا خناقة مع الطنبرجي طويلة عريضة، الطنبرجي بيع مازوت يعني. ليكو ليكو البرميل مكتوب عليه اذكريني دائما، شايفه؟ على فكرة هذا البرميل تعرف منين جابوه؟ وعلى ايده اليسار في تالولة، راحت لعند الدكتور عبد الوهاب ابو العبد لحتى يملا اياها، قام قال الدكتور صعب تنقام لانه بيخاف تتحول لسرطان بعيد الشر. وحضرتك بالذات تحديدا كنتي مع قصدي رحتي معها لعند الدكتور؟ لا يو، شو اخذني معها؟ شو شايفني حشريه لهالدرجه يعني؟ بس الحكي بيناتنا ما في شيء بيتخبى بهالايام، لكن كله بيبان. ولو على فكره غنيه ولو تبع وديع الصافي، المهندس شاكر بحب يسمعها كثير. صحيح هو مهندس وشغل ارقام وحسابات، بس الشهاده لله الزلمه صاحب مراء وطرب. بس مرته ما بتحب الاغاني منوب، مرته بتموت بديانا حداد، ايه وخصوصا غنية شاطر. وبنته بتحب غنية ياما ملاعب بشر على الشكر بكر، وهالغنية بالذات كانت السبب فسخ خطبتها. شو هالحكي؟ البنت كانت مخطوبة لابن خالتي بهيج، شاب كامل مكمل مما جميعه، يعني مو ناقصه شي منوب، بس هو بحب غنية سميرة سعيد يلي بتقول يوم ورا يوم ما قالي نوم حبيبي، وهي بتحب غنية ياما ملعب بشر على شكر بكر. وفي يوم من الأيام كان في عندهم موعد هن اثنين، وقامت هالبنت تهندزت وتمكيجت ولبست سكربينة سودا إلها بزيمة فضية على طرفها. كمل لشوف. فعلا أستاذ، بيت المهندس شاكر ناس أكابر كثير كثير، وهالشي مبين بزبالتهم. يعني كل كيس زبالة بيقول للتاني إنه لحنا عائلة أكابر ومتقنين. أيوه، وشلون عرفت؟ بالخبرة أستاذ، هي شغلتنا. صدقني يا جماعة بيحطوا قشر الخضرة والفواكه بكيس، وقشر البيض والعظام بكيس، وأناني الكولا والمي بكيس. يعني جماعة كتير كتير أكابر ما بيبخلوا بالكياس بنوب، مو بتلاقي الكيس منفوخ نفخ وراح ينفذر ويا دوب يتسكر، لا بالعكس تماما، بتلاقي الكيس نصه فاضي ومرحرح وبيتسكر هيك على المرتاح. شغلي آخر طرز أستاذ. طيب وعلى علمك الشخصي مين بينزل بكب الزبالة؟ المهندس شاكر بالذات أستاذ هو اللي بينزل بكب الزبالة، وأحياناً بينزل ابنه معه، ابنه الصغير. بعدين أستاذ ولا مرة صدفت وكبوا زبالتهم برا الحاوية، ما صدفت بنوب. احترامي سيدي. أهلين أستاذ. ولك شو هذا؟ هذا التقرير اللي طلبتوه مني سيدي. هلا كل هالمصنفات مشان تقرير واحد؟ طبعاً سيدي، ولسه ما خلص، لسه في 5 أشرطة وسيديين كمبيوتر بدهم تفريغ. العمى بقلبك العمى. منين جمعت كل هالمعلومات عن الزلمة؟ لا تكون مراسل مركز الأبحاث العالمي ها؟ لا طبعاً سيدي، هالمعلومات قدرت تحصل عليها من الجيران، من الزبال واللحام والكهربجي والخضرجي وبيت أبو شادي وبيت أبو رامز وباقي الدرة اللي بمر بالحارة كل يوم سيدي. بس على علمي بيت المهندس ما صار لهم 2 سنين ساكنين بالحارة، يعني جدد مو كتير معروفين. صحيح سيدي، وكل اللي قابلتهم أكدوا لي هالمعلومة الصحيحة أيضاً سيدي. وبالمناسبة كانوا حابين يعطوا معلومات أكثر، بس الكل اعتذر حقيقة لأنهم ما بيعرفون كتير سيدي. حسام اوعك تكون استخدمت العنف بسحب المعلومات. أعوذ بالله، الناس لحالة طوعت بكل ذوق وأكابرية سيدي. العمى على الشغلة، فرع المعلومات كله اللي عنا ما بيقدر يجيب المعلومات بيومين. طبعا سيدي، لحتى تعرفوا قديش بزلت قصارى جهدي بهالتقرير سيدي. وهذا التقرير مين بده يقرأ من وراه؟ والله ما بعرف يا سيدي، بس إذا بتحبوا منبعد دورية ومنلقي القبض عليهم سيدي، وساعتها بتوفروا على حالكم كل هالقراية سيدي. اي ما فهمت عليك، على مين بدنا نلقي القبض؟ على المهندس شاكر وعيلته سيدي. لك شو عم تحكي انت، جنيت؟ ليش جنيت سيدي؟ لك انت بتعرف ليش طلبنا كل هالمعلومات عنه؟ طبعا بعرف، لأنه مشبوهين سيدي. لك الله لا يعطيك العافية، هالمشبوهين ها؟ عفوا سيدي، ليش بدكم كل هالمعلومات عنه لكم؟ لك يا مجنون، لك القيادة مرشح المهندس شاكر حتى يصير وزير، افهمت بقى شو طبيعة مهمتك؟ يعطيك العافية زهير. الله يعافيك، أهلا وسهلا. آخ آخ،
شو تعبت اليوم يا ام زهير؟ افتصت هلكت هلكان، لقوا فوق منا حر وشموس وقلة فلوس ومعاشرة تيوس. الله يعطيك العافية. الله يعافيك يا رب. حط لك تاكل ولا لسه بكير؟ لا شكرا، مالي جوعان. اكلت بالسوق سندويشتين فلافل وعم يعذبوني بالهضم. الله وكيلك نزلوا فوق معتي مثل صبة البلوك. يخرب بيت الفلافل شو طيبة وسئيلة. لكن قوم غسل وغير اواعيك وارتح لك شوي. هلا بقوم، بلشنا بالملاحظات، خليني القط نفس بالاول. شو عم تساوي انت؟ شوفي بقلب الصينية. عم نقي شوية برغل لاني ناوية بكرة اعمل لي لقمة مجدرة. يعني في قدامي صبة باطون تانية. ماشي الحال. الحمد والشكر لك يا رب على كل حال. والله زغت عيوني، رح تطلع روحي من هالشغلة. إيه لك انا مزهير. الكبر عبر، شو مفكري حالك صبية؟ معلوم، صبية ونص، بس أنا لازمني كزلو. تعرف لو حاطة كزلو كنت نقيت كل هالبرغلات بنص ساعة. دخيلك، شو بتحبي البهنكة والبحترة؟ هلأ صار الكزلوك بهنكة وبحترة؟ إيه طبعاً، نحن يا أم زهير حق اللقمة يا دوب عم ندبرها، بقى شلون بدنا ندفع حق كزلوك؟ شو وين الأولاد؟ راحوا مع أختي نظمية. خير إن شاء الله؟ شو أخذوا اللي عم نظمية؟ أبو زهير، شو نسيت؟ اليوم عيد ميلاد بنتها سارة. لوك 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 لوك، الله يصلحك ويهديك على هالفصل يا أم زهير. يوه أنو فصل؟ يعني كان ضروري تبعتي الأولاد لعند نظمية؟ خطي، خليني ينبسطوا شوي بالحفلة وياكلوا أكلات طيبة. ما اختلفنا، بس يا أم زهير مو لازم نفتح عيونهم على هيك شغلات. لك بكرة بيتفسدوا وبيصير بدهم عياد ميلاد وحفلات وقوالب جاتو وشمع مثل أولاد خالتهم. فظاعة أنت التاني، شلون بتحسبها؟ والله ما خطر على بالي هالشي. معلوم بدي أحسبها، يعني مالك شايفة كيف حالتنا صايرة بالويل وما عم نلاقي لقمة يومنا؟ ماشي الحال، الأمل بالله عز وجل. أمي أمي افتحي لنا هالتلفزيون حتى نفرفش قلبنا بشي غنية. أمي يا الله. على أنو محطة حط لك؟ ليكو التاني، ليش بتجي عنا غير هالمحطة؟ لك بعدي بعدي هيك عن التلفزيون لشوف شو طالع. ليش فيك العادة بتشعلي التلفزيون وبتوقفي قدامه مثل خيمة شباط؟ أو ظني حالك شفافة كتير؟ هاي بعدنا يه. اعزائي المشاهدين، مثل ما عودناكم ببرنامج شلفها شل ورباح الالف، في عنا جوائز قيمة كتير للجمهور الحبيب اللي عم يتابعنا بالبيوت، والجائزة الاولى هي عبارة عن مبلغ 25,000 ليرة. شو 25,000 ليرة؟ وطبعا هالجائزة رح تكون من نصيب اول شخص بيوصل لعنا على الاستديو، بس على شرط انه يكون من مواليد هذا اليوم بالذات. رح اعيد مره تانية، اول شخص بيوصل لعنا على الاستديو من مواليد 20/8 بنقول له هابي بيرثدي تو يو، بنناوله 25,000 ليرة هديه رمزيه من البرنامج. نبقى مع الفاصل ومن ثم نعود، فابقوا معنا. والله المبلغ محرز يا ام زهير، يعني 25,000 ليرة مو قليل منوب. ايه نيالي اللي بيطلع هالمبلغ من نصيبه. اي والله نيالو رح يجرخ ويرخ ولا على باله. لك ابو زهير، مو انت وسارة بنت اختي مواليدكم بنفس اليوم؟ شبنا انا وخسارة، انا وسارة بنت اختي؟ اي والله مزبوط، اليوم عيد ميلادها لسارة، لكن ليش انا بعتت الاولاد لعندها؟ اي وشو فيها؟ واذا بعتتي الاولاد يعني؟ يعني اليوم عيد ميلادك انت كمان، يعني انت من مواليد هذا اليوم، يعني من مواليد 20/8. شو هالحكي؟ بربك عم تحكي صدق؟ لكن وقفي لأتأكد من الهوية بالغرفة الثانية. يلا. أنا مواليد 20/8، لك 20/8 يا أم زهير. يا سلام فرصة، يلا طوبني مشان تلحق الكود بسرعة. لك شو أنا لساتك واقف؟ دوم دير كود. على التلفزيون لوين؟ بس شلون تروح على التلفزيون؟ التلفزيون بعيد كتير وما بلحق يروح مشي. لك يلا بلاها هلا. لك شو بلاها هلا التاني؟ يلا الله بعدي اسمه بعت لك ليمة لنص تمك ولسه بتقلي بلاها وبوشك لعند أبو وضاح جارنا سعير من عنده شيطان. لك الكود يلا. إيه وإذا ما رضي يعيرني؟ لك يلا لا تضيع وقت بوزيدة، خلصني بعد رح تفور لي دمي، خلصني 25,000 خلص. طيب طيب رايح رايح ولا يهمك. 25,000 شو هالحكي يا أبو زهير؟ هلا أنت بدك تطلع بالتلفزيون؟ إيه بدي أطلع، بقى يجبرك ربي تعيرني هالطعم الزيتي اللي عندك. هلا فهمني بالأول،
ليش دون يطلعوك بالتلفزيون؟ ليكون برنامج مع العتالي بده يعمل معك لقاء. هلا برنامج مع العتالي رح يترك عتالي البلد كلياتها ويلحقني الي. لكان شو القصة؟ فهمني. ولك يا اخي القصة وما فيها انه اول واحد من مواليد 20/8 بيوصل على التلفزيون بياخذ 25 الف ليرة. لعم وليش يعطوه 25 الف ليرة؟ شو عمل؟ لك برنامج مسابقات هاد عجل مشان الله. ايوه هلا فهمت. يعني انت من مواليد 20/8 بالضبط. مالك شايفني قديش ملهوج؟ والله نقشت معك يا ابو زهق. لك هلا خلصني ابو وضاح، يستر عرضك، الوقت عم يضيع من بين ايدينا، بدك تعير الطعم ولا لا؟ ولو تكرم عينا بعيرك يا، بس لحظه واحده لاشوف مواليدي، بلكي انا تاني طلعت من مواليد 20/8، ساعتها انا ابدا منك بالطعم. شوف بسرعه وخلصني مشان الله بلا ما يصغى. حاضر. يخرب بيت الحظ. العمى شو حظي معدتها؟ يعني لولا شوي كنت ربحت 25,000 ورقة مثلي مثلك فرتشكل. ليش؟ هو مواليدك انت؟ 10/5، يعني فرقت 3 شهور و10 أيام. شايف على الحظ؟ بسيطة أبو وضاح، خيرة بغيرة. خلصني هلأ ببوس إيدك. شو قلت مشان الطعم؟ ولا يهمك، رح أعيرك الطعم، بس لا تنسانا من الحلوان. ها لا ولا يهمك، وقلك علي أول ما أقبض جيب لك صدر كنافة نابلسية. تكرم عينا. تفضل سيدي تفضل. شو رأيك؟ منيح حالك؟ ايه ممتاز. يلا روح. بس حاسس كأنه صغير علي شوي. لا ماشي حاله. يلا اركض بسرعة. يلا 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 رح اركض. ابو زهير خد تاكسي لا فهيصة، لحق حالك. لك يا اخي ليش هيك واقف بنص الطريق؟ كنت روحتك لولا لطف الله، لانه شوفاتي على قدها. بسيطه حصل خير، امشي بسرعه. لا من اولها لا تشترط علي، الله يرضى عليك. انا بمشي امتى ما بدي ووقف امتى ما بدي وين ما بدي. ولك اخي ماشي الحال. المهم امشي هلا، خلصني دخيلك. ما بحسن بمشي يا اخي، ما بحسن بمشي. لنتفق بالاول. لا حول ولا قوه الا بالله. على شو بدنا نتفق يا اخي؟ اللي لوين مشوارك؟ هات لشوف. على التلفزيون. تلفزيون؟ ايه عداد ونص لكان. ماشي الحال، بس تهون خلصني يستر عرضك. دخيل عينك ابو الشباب، اسرع لك شوي، ليش ماشي على بيض؟ لعب شو منك يا اخ؟ والله ما بقدر اسرع اكثر من هيك. ليش بقى؟ صحن الدبرياج عطلان معي، وهيل السيارة مقطوع مثل ما لك شايف. لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني من بين كل سيارات التاكسي بالبلد الله ما جمعني إلا بهالسيارة المهرتكة. أمنت فيك يا ربي. لا تقول مهرتكة، الله يرضى عليك. حسن أنفاسك، لأنه السيارة هي اللي مو عاجبتك رحت فيها على راس البسيط ورجعت وأنا مروي ومكيف فيها كتير. دفعولي فيها مبارح 450,000 ليرة وما بعد. هلأ هي حقق 450,000؟ إيه. وين عايش أنت حبيبي؟ وين عايش؟ والله سوق السيارات صار مثل سوق البورصة تبع نيويورك. ليش صفيت السيارة على اليمين؟ لنشوف هالأخ وين رايح. طيب الشمس واقف. صبرون جميل وبالله المستعان. اللي وين طريقك أخي؟ رايع تجارة معلم. نحن رايحين على ساحة الأمويين، بوصل الأخ على التلفزيون، بعدين بوصلك وين ما بدك، تكرم، اطلع. لا معلش، تيسر. مصطفي، هاي دقني إذا حدا بيوقف لك، خليك بهشموس، خاطرك. خير؟ شو صار؟
الشعب الفلسطيني انفرض على سعر الدبريات على الاخير. ايه شو يعني؟ يعني ما عادت تمشيك بس ما في ارضها، روح دبر حالك يا اخي بشي سياره ثانيه. لا حول ولا قوه الا بالله. نعم وين رايك؟ نعم. ما بدك تدفع لنا؟ العداد مسجل 40 ليره، يعني طلع عليك 60 ليره، اسمح لي. تفضل اخي تفضل. قسما بالله لو ما كنت مستعجل، لك المشكله اني مالي فاضي اخذ واعطي معك، تفضل اخي. مهونه. مع السلامه. سكر الباب إذا سمحت. يعطيك العافية. أهلين الله يعافيك. ليش مغير خطك؟ الله وكيلك نازل صليح. إذا نازل صليح ليش مطلع معك ركاب لكان؟ كلهم كم راكب لقيناهم على الطريق، قلت لحالي بنزلهم معي خطاي. نزل ركابك وهات وراءك ولحقني لكان. شرفوا انزلوا يا شباب. لوين بدنا ننزل؟ حجزوا لنا السيارة سيدي، شرفوا. يا إله العالمين صبرني على بلواي ولا تفقع لي مرارتي قبل بوقت دخيلك، دخيلك يا ربي. زين خلصنا خلينا ننزل. أمو أهلين الله يعافيك. على التلفزيون لو سمحت بس بسرعة خلي لي إياك. تكرم عينك. حضرتك مو مذيع بالتلفزيون؟ إيه مذيع وعندي طلعة على الهواء هلا. عبولة الوش مو غريب علي. لك مو أنت بتقدم برنامج مع الكادحين؟ أيوة أنا بذاته، بسرعة خلي لي إياك. اسمح لي اقول لك استاذ انه هالبرنامج مو كل قد، يعني لا تؤاخذني معدت كثير وما حبيت لك يا ابدا. ونحن هيك حاسين، مشان هيك رح نغيره كله. شو رح تسوي غيره؟ عندي برنامج جديد اسمه مع الشوفيريه. ايه اقبرني ربك، ايه هذا البرنامج اللي بينشاف، بس الله يجبرك لا تنساني. بشو ما بدي انساك؟ من المقابله، يعني سوي معي مقابله بالتلفزيون، انا شب عجبك كثير. بحكي كتير لساني ما بفوت لحلقي. تكرم عينك، ما عمل جهدي. يا اصبح لحظة لسجل لك رقمي. معلش ابو الشباب بعدين بتسجله، خلينا نوصل هلا. ثواني ما راح اخرك. ليش وقفت هون؟ راح نمشي، بس وقفت عشان اخذ رقم تليفون الاستاذ، ما عرفته؟ الاستاذ مذيع بالتلفزيون تبع الكادحين. مذيع ولا كادح انا ما دخلني. الوقفه هون ممنوعه، بتعرق السير. هات وراق. لك رح نمشي يا روحي، رح نمشي. انا اللي وقفته الحق علي، زرع بدقنا هالمره. عمل معروف ما حدا بيحكي معك، لو سمحت اعطيني وراقك. طيب شو عملنا؟ اعطيني وراقك ولا تاخذ وتعطي معي. لا سيدي ما رح اعطيك ورائي. انزل من السياره خلينا نفهم لكان. ايه على راسي. وانزلت من السياره على شو بدنا نتفاهم؟ انت مخالف. طول بالك شوي. اعطيني وراك. لا حول ولا قوة الا بالك، عم افهمك بس شويه. هات وراك. لا اله الا الله. لا حول ولا قوة الا بالله. وين يا استاذ؟ لك يا استاذ. اعطيني وراك. لك طول بالك، راحت علينا الرزقة شباب. هات وراك. حاضر. وين يا استاذ؟ لجوا مشان المسابقة. انا المسابقة؟ هلا من شي ساعة قالوا انه اول واحد من مواليد 2008 بيوصل على التلفزيون بيقبض 25,000 ليرة. فهمت عليك، قصدك برنامج شلف الشلف وخود ألف. ايوه هذا هو. ايه اهلا وسهلا، ممكن هوية بالله؟ ايه على عيني وراسي ولو. عمام وين ضاعت الهوية؟ وين راحت الهوية؟ ضيعت الهوية؟ لا بس اكيد نسيانها بالبيت. يعني ما بقدر ادخل بالهوية؟ بلا من دخلك ما في مشكلة، بس ما رح تستفيد شيء. يعني شلون بدك تثبت انك من مواليد 2008 وما معك هوية؟ بعدين في ثلاثة فاتوا قبل منك واكيد ما رح تلحق.
استاذ. الله يبارك فيك. المعلوم استاذي كله 25000 ليره. سيف قوي حالك. بيت حظي يخرب بيته وبيت بيته. لو كان عندي سيارة مثل هي أكيد كنت وصلت قبله وما كنت التهجت هاللهجة ونسيت الهوية. أهلين وسهلين أبو وضاع. أهلين أهلين. دخيلك دخيلك. رجعني طعم لي عرتك يا من يومين. دخيل عينك. ولا يهمك ولا يهمك، ان شاء الله اليوم المساء بودي لك يا علي. لا لا شو المساء؟ اليوم بدي اياه بيطلع على التلفزيون. ليش؟ خير؟ شو في؟ من شوي قالوا بالتلفزيون ان اول واحد بيوصل لعندهم ومعه فرنك قديم بيربع 10000 ليره. اها مشان هيك الحاره قايمه قاعده. لكن عمي كله بده يلحق حاله. ودخلك هدول كلياتهم معهم فرنكات قديمه؟ لا ما معهم. لكن شو؟ السمان اللي براس الحاره عم يبيع الفرنك ب 200 ليره. شو الحكي؟ لكن لروح دبر حالي بشي فرنك قبل ما يخلصوا. لا عم اقول ابو زهير لك لحظه لحظه بدي اطلع هلا. الله يخليك خليني اطلع.